بعثت مصر مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. جاء اللقاء الذي جمع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتطوير النموذج عملي مجموعة البنك الدولي وأهمية تلك الجهود في توسيع نطاق تمويل التنمية. كما تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة محاور. الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.